شو عم نشرح؟ واحدة يذكرش بالكلام اللي تكلمنا عنه البارحة. ما يهمك اللي متخزن هناها. هي المتخزن؟ نعم. الله يستر إذا كان متخزن هناك. يعني خلاص اطمن. تطمئن يا زوجي العزيز تطمئن. وكلام علانة وفلانة هذا. لازم أوزنك كم كيلو في مخي وبعدين أنفذ أول بأول. كذا كبغاش والنعم أبغش قايمة تكوني فطينة. من فطينة ذي من؟ فطينة خالة أمش. أنا أقصد تكوني نبيهة نبيهة. وأبوي ومن نبيهة ذي بعد من؟ يا الله يا تو سعيد ليش طلع زعلان؟ هيبة يكون نبيها اسم زميلته في العمل. شكاكة سعيدة شكاكة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. لا تخافن ولا أنا تراني ما أريد أحرككن. أما إذا سألتن عن سبب تحريكن من مكانكن وتفريقكن عن أهلكن وذويكن فالسبب هو يا أحبائي إن باغي أفسحكن. إيه نعم. ها؟ الفسحة يا أحبائي تعطيكن الحياة وتزيد فيكن النمو علشان تتكاثر لي. إيه نعم. ها؟ ها؟ قولي تكلمي هتشتكي. لا 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 ما هينقص منك شيء. كيه هينقص من عمر إن شاء الله لكن منك أنت ما هينقص. أنت يبقى مو عندي ما باغي تقولي ها هتكلمي هتسمعي هتستحي هتستحي. إيه لا تخافي لا تخافي على زميلاتش إن شاء الله غربتهن ما تطول إن شاء الله. نعم ما تطول ويرجع إلى قواعدهن سالمات غانمات بإذن الله تعالى. لا تخافي لا تخافي يلا يا حبتي لا تخافي. هل الله في في في, في خواتش هل الله فيهن؟ إيه انضمي. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. خايفات عليهم ساكينات خايفات عليهم. لا تخافن صح. الحد واجب. نعم يلا ما دام انكم خلصتوا ريوق هيا قوموا سيروا بس المدرسه يحرسكم. يلا الله يحفظكم ان شاء الله. يلا مع السلامه. مع السلامه. اقول خلفان. نعم خديجه اصبحنا لله. قولي ايش عندك؟ تعرف جارنا خميس باغي يتزوج فوق حرمته. وإحنا مالنا ومالهم خليجي. كيف مالنا ومالهم خلفان؟ هذولا جيراننا ومشاكلهم تهمنا. تعرف أنا مو قلت حال حرمته؟ إيش قلتي لها؟ قلت لها إذا أصر يتزوج فوقش طلبي منه يطلقش. أعوذ بالله منك ومن أفكارك خديجة. أنت في الحالة هذه بتدمريها الحرم. مالك خلفان كليتني؟ سمعي خديجة أنا ما ناقص مشاكل. كفاية المشاكل اللي حصلها في العمل. لا تتدخلي في مشاكل الجيران. وتو من سوى مشاكل مع الجيران خبرني. انت دخلتي في حياته حتى طلب منك انك تتدخلي في حياته من غير ما يطلبوا. سمعين خديجة وسمعيني زين انا ما ناقص مشاكل ولا اريد مشاكل. ولا صايرت لي خلاص جالسة تحليك المشكلة؟ لا تتدخلي في حياة الناس فهمتي؟ فاهمة. Thank you.
بعض الناس جايين من وقت اليوم. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، اصبحنا واصبح الملك لله. آمين. اشوف بدينا من الصباح في تلميحات. والله انا ما قصدك انت. اكيد المقصود انا اذا. والله المقصود يعرف نفسه، ويمكن خايف بالخصم، والله اعلم يمكن جايب شهادة مرضية من عيادة. ما أنا اللي سوى هذا السواية أمين. هدي نفسك يا سعيد، هدي نفسك، ترى الكلام اللي ما منه فايدة ما منه فايدة، واللي يتكلم بدون فايدة لسانه يبغى له قص. يلا جيب قلمي. ما عندي. ولا جيب قلمي. ما عندي. ما تقص علي، ممكن نسانه. جيب. ما عندي. أنا ما عندي ولا ما عندي. جيب أحسن لك. ما عندي. ما ناسوي لك شيء. ما أقدر. ما عليك إلا عين ضارب اللي ولدي. ما عليك، تعال أنا قايتني. ألو نعم. ها سميرة، خير ماما؟ إيش؟ متى؟ زين زين زين، أنا جاي الحين. زين إيه، جاي جاي، يلا. الله أخوي الله خليك، أنا بروح البيت، عندي مشكلة هنا. إذا سألني المدير أو أي حد قول لي بيرجع بعد ساعة. إن شاء الله. بعدين في هاي معاملة عاجلة بتخلص الله يخليك. إن شاء الله ولا يهمك، أحسنت عليك. خطة مكشوفة. المهم إن الواحد يخرج. إيه كانت قدرة تمسكي أولادك وتربيهم سوي، ولا ترى أنا أعرف أدبهم وأربيهم بيداني هذه. إيه ها إيه، سمعيني زين سمعيني. قال لي ما تخافي ربش، مخلي ولدش يضرب ولدي. ليش ليش خبري هين واخذي. ايه با ايه ايه، انتي مو عندش انتي خبريني. ابوي انا اولادي انا متربيين احسن من اولادش. اولادش انتي اللي باغي نحن نربيهم. متربيين اولادش كان ما بيضرب اولاد الناس يلعبوا معاك. قال لي ما تخافي ربش انتي. هين هذا العطاب. بس بس هلو يوم فرحان. يوم فرحان اختي سعيد، ما في داعي لهذه الاعصاب. كيف ما الى داعي الاعصاب، وحرمتك مخلي اولادها يضربوا اولادي. شوف ولدك كيف متعور. شوف ما تخافوا من ربك. انا ولدك خلاص طلع له عينه هينه. لا حول ولا قوه الا بالله. شوف شوف كان يزور الدم في راسه. شوف وهذه كلها في عائل عادل. هذه ما حرام عليكم كذاك تسووا اولاد الجيران؟ ما حرام عليكم. ايش هذا الكلام بتقول يا سعيده؟ يلا البيت يلا يلا. من هو؟ والله اني ما بقف في شبري لين ما امسك عدول وكرخه كرخه من فوادي على راسه. ولا ما اسمي سعيده بنت مسعيده. فرحان تعال 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 تعال. شوف الدم شوف الدم شوف الحاله ايش مسويين في ولدك. شوف وهذا الدم بعد ما انقطع. لا حول ولا قوه الا بالله. بعدك تلومني؟ بعدك تلومني ها؟ كيف ما الومك؟ لازم الومك. قاعد تنازعين وتهاوشين الناس ومودي لولدك متعور. ودي على الاقل المستشفى العياده يا تتنازعين. يلا يلا وانت يلا بعد يلا. انا هو خدوق عرفيني بس من ارجع مع علي. دوكم ذي بعد دوكم ذي والله بعد وحدها سالفه ذي وحدها سالفه. بعد قاست نعتر بعد نعتر. يا خديجه يا خديجه، اذا تنازعتي عند سعيده مره ثانيه ترى ما تلومي الا نفسك. وقبل لا تشوفي الناس شوفي نفسك اول، وربي اولادك زين. لكن يا خلفان. لا لكن ولا شيء، خلاص سمعي الكلام ودخلي داخل. دخلي داخل. يلا حاضر بالتليفون. لكن شنو؟ سعيدة مالك؟ اشوفك جالس صحة بخير. لا ماشي ماشي ماشي، جاي من البالبالبالبالبالبالبال. مالك الباء 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 خير؟ ايش فيها الباء الباء الباء؟ لا قصدي مش هي جايه من الباء الباء الباء. من هين؟ من الباء من البريد البريد. ابو يجي من البريد يجلس كذاك يتسحب اطراف اصابعه. لا لا ما قصدي. انا بس قصدي اني يعني ما ابغى ازعجك بس. هي
اقول سلوم قاسه اتصل في سعيده بنتي وما حد شل التليفون. وافقي وافقي وحشري هالموت اتصلي هالغلط فيي انا ما اجد شيء هالبليه هالي العمل هذا فيي. السلام عليكم ورحمه. وعليكم السلام. وعليكم السلام فهدان. كيف الحال؟ خبرتي سلوم ها؟ تعال اقول لك ايه اعطيني 20 ريال حتى تصيح السياره. ام سعيده ما عندي وما عندي وما عندي وما عندي وما عندي وما عندي وخليني اغني راقص سعيده. ها انا ما باغتنك لا تغني ولا ترقص انا بايع 20 ريال وتريح نفسك. قلت لكم ما تفهموا صاني ما عندي ما عندي ما عندي ثلاث مرات. اوه بس ما خلي انا بعق السياره ذي جنب البيت وخلاص. تغيب غابت عليها السياره تغيب ان شاء الله ما تصلح فاقدتني بتون ما منها فايده. انت اكثر واحد محتاج حل السياره وتو يوم اختربت ما تبى تصلحها. يا ام سعيده يا ام سعيده ماش ما تفهميني اقول ايش ما عندي صاش لكتيني. هي عرفتنها غناتك وقصيدتك عرفتنها ما اجد شيء ما كذا. اي صحيح ما اجد شيء. فهد تعال سير بيع صوغي. ابيع صوغش ما يصير يا امي ما يصير. يصير يا ولدي. لا 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 لا, لا ما يصير. علشان 20 ريال يصير ما له ما يصير علشان بس ابوك يرتاح علشان الناس يقولوا ان حرمة سلوم باعت صوغها. بس يا ام سعيده بس الشيء ما كان في شيء مسكتي خلاص ابوي خلاص اعطوني فرصه افكر لحد ما ادبر المبلغ. عادل؟ نعم. ايش سويت فرحان؟ هو اخذ كمتي وطار. زين هو اخذ كمتك وطار؟ ما حصلت الا انك تشيل حصاه وترن على راسه؟ تريدني اخليه يشيل ياخذ كمتي وما ضربه؟ بحصاه عاد بحصاه؟ وين قالت الحصاه عرفت انت؟ قالت في راسه؟ يعني وين قالت الحصاه هذه في عينه؟ بيعيبك انت بترتاح؟ فرحان صديقك وزميلك وجارك وانت وياه في مدرسه واحده يرضيك ان تصير عند عاهه مستديمه يرضيك؟ لا بس بس ايش بعد؟ انا ابوك لازم تسمع كلامي زين؟ ان شاء الله. خلاص من بكره تروح تعتذر له فهم؟ ان شاء الله. بارك الله فيك. وانتي لازم تروحي لسعيدة وتعتذري لها. اعتذر وليش؟ كيف ليش بعد؟ الجارة لازم تعتذر لجارتها. وليش هي ما تجي وتعتذر؟ كيف هي تعتذر اذا ولدها هو اللي تعور؟ تبغيها تجي منك من بيتها عشان تعتذر لك انتي؟ انا قلت لك ما روح اعتذر لها يعني ما روح اعتذر لها. خديجة انا زوجك ولازم تسمعي كلامي. وانا زوجتك ولازم تكون في صفي. يا خديجة فالراس فضلت فيوزين اذا فقرا والله العظيم ما تلومي الا نفسك. ترى خلفان اللي تقول عليه ما بسويه والفيوزات هذيل اللي بقات عندك خليهن يحترقن. بس لو خليتني اهرفس على الدوله واتخدوق كان بطلع ذي الضربه من دماديم عينه. لكن انت ترك زين بعد ما ضربيت اللي بيصير يعني بيتداوى راس ولدك لا
ولا تنتهي الضرابة ما بينهم. حوزي من أرجع البيت أنا بداوي. يا سيدة يا سيدة تخلي بالك بال الصغيرين. تتعرفي بسبب إيش اللي صار اليوم؟ خير إيش اللي صار يعني؟ إيش اللي صار؟ صار زعل بينك وبين خديجة. خديجة اللي قبل يومين كانت مع صديقاتك صارت زعل بين ما بينكم بنت وياها والسبب الضرابة هذه. أبوي اللهم إني مسامحة مسامحة من ذي الصداقة ما دام وراها مشاكل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. عاصمة محروز أبوي فرحان محروز يو حبابي محروز. يا الله يا حباتي يا الله يا الله. أنا في الحقيقة مطلعنكن يا حباتي علشان أفسحكن وعلشان أقدتكن لكن مو الحين. جات هذه الشقية ومسعيدة وشمتكن شمة وطلبت مني 20 ريال. وافقني وافقي وحشري. الله يصرفش السيارة صرف الله يصرفش صرف. الشيمة كان فيك انشيمة. لا تنظر علي هذه النظرات اللي كلها اتهام. صاني ما أهنا نعم. لما أخن عهدا ولكن أم سعيدة أجبرتني. لما أخن عهدا ولكن أم سعيدة أجبرتني. الشي ما كان فيك شيء ما سامحني. وقول اللي مسموح قول اللي مسموح قول اللي مسموح. وهذا وعد مني إن شاء الله ما أمد يديني مرة ثانية عليك البر. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. وداعا يا أغلى الحبايب وداعا وداعية وداعية. الله يحرسك إن شاء الله في أي جراج دخلنا. وترك علي غان مات سال مات بإذن الله تعالى. وافخرك أسلو وابويا وابوي 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 وابوي. يا الله أم سعيدة أم سعيدة أهون عليش تفرقي بيني وبينهن وذي البليجة. يا الله أنك فتقرت يا سلو نعم أنك فتقرت. لا إله إلا الله محمد رسول. قلت لك سعيد ما من الناس اللي يتحجج بالأعذار علشان يخرجوا. يا سلام علشان سعيد صديقك. لا ما علشان صديقي بس علشان هذه حقيقة. الحقيقة الوحيدة والمعروفة انك انت دائما في صف سعيد. انا في صف الحق وببقى دائما في صف الحق. بس انا عارف انت ليش تتكلم عن سعيد بهذه الطريقة. وليش عادي يا فهيم زمانك؟ لان سعيد لما يحتاج اقول لك. لا قول قول ولا اقول لك ما يحتاج انك تقول. لانك اللي تخفيه اليوم بعرفه بكرة. ما يحتاج تعرفه بكره لان الرجال وصل. سمعت ايش قال عنك امين؟ الله يخليك يا عبد الله. اللي عندي كافي وخلي امين يقول اللي عنده وكل واحد يشوف شغله. ها ولدي انت متاكد انك تقدر تروح المدرسه اليوم؟ متاكد. ما فيك شيء يا ولدي؟ والله ما فيني شيء. عجيب يلا روح فوقك على المدرسه روح. ها فرحان ابوي اذا اليوم راسك يعورك ولا شيء لا تصير مدرسه بعدك ارتاح في البيت. راسي ما يعورني. اجل روحوا اولاد روحوا لا يفوتكم الباص يلا. لا تنسى سندويلتك في الشنطه. زين مو هناك قاعد تطالع علي مو هناك. شوف عاد لا تجلس تعيد وتزيد في الكلام. عارفه ابوي تبغى تقوله حافظتنا زين. يعني فهمتني يا سعيده؟ ما اريد مشاكل تالي مع الجيران ما اريد بتاتا. يلا خلك الحين بوي يسمعك يقولنا انا باذيه في المشاكل انا بوعيل عليهم. انا ما قلت كذاك يا سعيده بس مثل هالمسائل هذه يا سعيده تعالج. تعالج بايش؟ تعالج بالعقل. اعرف يا والطاغي انها بالعقل. ها ليش خبيت على امي وابوي قلت ان راسك ما يعورك؟ انا راسي ما يعورني. انا شفتك البارحه ماسك راسك بصراخ. زين تحركي قبل لا يروح الباص. بس هذا كله ما لازم يكون يا سعيد. انا اشوف ان المساله بسيطه. هي دائما كذي يا عبد الله معظم المشاكل ومسائل الزعل هذه تجي من اتفه الاسباب. والحين يبدا دور الرجال ومحاولتهم في الاصلاح بشرط انهم يكونوا هم ايضا متفاهمين. انا الحمد لله يا عبد الله جاري خلفان هذا انسان متفاهم ولحد الحين ما صار بيني وبينه اي شيء. واتمنى ان شاء الله ان تزول هذه الخلافات.
ألو نعم؟ إيه إن شاء الله. إيه الملف جاهز؟ إن شاء الله، إن شاء الله. يا ربي، بمرة طلبوه؟ بمرة وصل عجب، يلا قوم. يا خديجة، يا خديجة سمعي الكلام. سمعي اللي أقول لك عليه. على ما أعتقد يا خلفان نحن تكلمنا في هذا الموضوع أكثر من مرة. إنزين سمعيني هذه المرة، سمعيني. قلت لك سعيدة هي اللي لازم تجيب وتعتذر لي أنا. كيف تعتذر لك؟ ولدنا هو اللي عول ولده، وبعدين أكيد البنية خايفة على ولدها ولازم تخاف عليه. أنت روحي هالمرة ما بتخسري شيء. بس يا خلفان. لا بس ولا شيء، أنت إذا رحتي هالمرة ما بتخسري شيء. الخلاف اللي دار بينكم كله بيزول إن شاء الله. خديجة، الجار دائما للجار، والجار ما يحب الجارة إلا كل خير ومحبة، والجيرة الطويلة أساسها التسامح والتصافح بين الجيران. ها إيش قلتي؟ أنا بروح لها وبعتذر لها وأمري لله. الحمد لله رب العالمين. أحيانا الإنسان يكون قلبه أقصى من الصخر. تقولي ان شاء الله فرحان ما تعور. ماما ما تعور، هم راق علي في المستشفى ذيك الخياطه هين كبرها والدم يوم نزف قال الله اكبر. زته انا اسالك، هذه خديجه هذه جارتك ما قادره تربي اولادها؟ مخلي اولادها كذاك ياذوا اولاد الناس في الحاره؟ انزين خبرتي سعيد مو قال؟ وابوي وابوي على ذاك اللسان بودلع حالي سعيد يوم صرت اتفاهم مع خديجة، قال مفروض مشاكل الصغار ما يتدخلوا فيها الكبار، دلع لسان علي. سعيد قال كذا؟ نعم. وحشرة تو هذا سعيد بدل لا يمسك له خلفان ويعطيه كمين كلمة يكون يأدب ولده يقوم يزعل عليش انتي ويتكلم. شوفي بالله تنعليش من ذا جاي. قومي سيري شوفي من عند الباب. يا الله هلا يكون هو جاي. اه عارفه والله. سأشوفي سيري. خديجة ماما باغتني ادخل. سعيده ماما انتي مو قاعده تسوي هنا؟ لا يكون قاعده تشمدي في بنت سعيده. انا ما قصدي يا ام سعيده، ما قصدي. ما قصدك؟ هذه سعيده جارتش يا بنيه، المفروض علشان الجيره اللي بينكم تكفي ولادش عن ولادها، مو هذه البليه. سعيده الله يخليش فهم امش، انا قاعده اعتذرلش. اسفه هذيك امي واستافي منها خديجه، سمحي لي عاد اسف اشتا وما منه فايده. مو امين قاعده تتاسف وين؟ الشرها ما عليكن، الشرها علي انا اللي قاعده اتاسفلكن. ايه خديجه ايه لا تقسي تهددي وتوعدي حالنا الحين، يلا توقعي عنا يلا. وبعدين محضر مش على يدي ايش قاعده تتاسفي؟ سمعي هذه الحرمه بعدها قاعده تتنازل. ايه حرمة إيه. الباب حيدا مفتوح، كما دخلتي تخرجي منه. هيا شوفيش من زين ما عليه، ان ما دليتش انتي وبنتش يا شبر. واقف لسانها مو على الفرش، مو على الفرش، ما عليش انتي. الله اكبر عليش تاكل. واب ويما كان سعيد عرف بذنك هرب وحصلت بيننا وبين خديجة ينازعني وبعدها بتعقيها علي. انا عرفت ينازعش ما يهمش حبابي. انا عندش ام سعيدة الله يخلي سلوم بعد حي. يا خديجة هدي اعصابك الحين، هدي اعصابك. هذا اللي انت فالح فيه، هدي اعصابش هدي اعصابش. زي ممكن تسمعيني؟ اسمعني انت خلفان، علشان سعيدة وزوجها رفعت صوتك علي، وعلشانك انت رحت انا واعتذرت لها وطردتني، وفوق كل هذا باغني اهدي؟ يا خديجة الواحد في مثل هذه الحالات يهدي اعصابه، والمفروض ان احنا لازم نكون. المفروض انك انت تكون معي انا. سعيدة لولا ان زوجها مشجعنها كانت ما طردتني من بيتها. لا سعيد ما يسويها. لا يسويها. هذا انت طلبت مني اعتذر واعتذرت
وطلبت مني أهدي وهديت، وهو طلب منها هلا، وسعيدة بعدها من فتحة نار علي أنا. ليش؟ لأن سعيد ما يكلمها، وانت طايح فيي نصايح، هدي هدي هدي. ومع هذا لازم تهدي يا خديجة، وخلي الباقي علي أنا وبيشوف. خلفان على وين؟ غريبة، خلفان اليوم ما يكلم، أكيد صار شيء. ها سميرة، وين أمك؟ أمي في الغرفة مع جدي وجدتي مع فرحان. مع فرحان؟ وخير، إيش في فرحان بعد؟ فرحان لما رجع من المدرسة كان راسه واجد عورة. إيش؟ أنت وحفيدي هذا نموتك، هذا إهمال من أمك وأبوك. فرحان؟ مالك ولدي خير؟ ما فيني شيء، شوية صداع. مو ما فيك شيء وشوية صداع، وكان الضربة فيني أنا، وانت راسك مشبط ومربط. ذا المرض ذا عادل وتخدوق الملسونة وابو ضاربنا مكسر لراسك. تو أنا أبغى أسألك، انت يوم شفت ولدك مضروب مالك ذاك جلس فاك ثمك؟ مالك ما فيك ثم؟ مالك ما تكلمت؟ أهسيك تكيبهم؟ أشتكي على من يا عمي؟ الله يهديك، أشتكي على ولد صغير. تشتكي على ولد صغير؟ شوف تو ولدك يشتكي من راسه، الله يستر بس مو يستوي فيه. نعم انه هيس الضربه دخلك بعدي، نعم انه لا، وهي انا سته ولا حسته جايه تركض تتعذر تتمخطر لها وجه، جايه تتعذر البيت. وفالقين راس الاولاد وجايه الى البيت الى حيتنا. زين ما دام انكم تصالحتوا بعد ليش تتكلمون عنها كذا؟ هي بالك عاشقت لها وجهها لنا صالحها، من قالك صالحتها؟ طردتها من البيت انا. وليش يا سعيده؟ ليش تطردينها؟ أبابي سعيد، تو انت بالله تنعليك جالس تدافع عنهم؟ ما تشوف حفيدي مساكين كيف نموت؟ يلا ابو، يلا يلا، قوم قوم قوم. هاي سايق هالين بعد على المستشفى. زين زين ولد سعيد، انا وعمتكم سعيده ما نحب ريحه الدويات في المستشفى، فوصلنا البيت اذا سمحت. ان شاء الله. يلا سارين بقى؟ هيما خلا جيب العباية دول. أحسن، مهملين معنكم، مهملين. لا تزيد، خطوة 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 خطوة، لا تزيد مني غم، واحدة مني غم. خلفان. نعم. إيش سويت مع سعيد؟ إيش سويت يعني؟ تبي تجنني انت؟ اعصابك بارده وقاعد بعد تشوف التلفزيون؟ يا خديجه ايش تريدين اسوي؟ بس خبريني ايش اريدك تسوي. ابغاك ترد على الاهانه اللي انا لقيتها منهم. رديت. وكيف رديت؟ ما كلمت سعيد ولا بكلمه، بس زين ما يلا مع السلامه. لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم إنش يا أم سعيد، إنش شاقتني في حياتي. نعم شاقتني. نعم يا أم سعيدة، ما زين كذاك، حرام عليش، قلنا ليش التبذير ما زين، الإسراف ما زين. أم سعيدة، مو دا قلنش تصمم، مو ما سمعني قلت أكلمش. أحرصت خلص من زين، خلصت خلي هاتي كلمي. تتصل بمنك أنت؟
كنت أكلم سعيدة أسألها عن فرحان. نوبة زين. أقول أم سعيدة. يو. كيف حال حفيدة فرحان مساكين؟ الحمد لله بخير. يا تعرف سلوم هذاك الصداع بوقي فرحان من مو؟ ايه؟ من ضعف النظر؟ مساكين. لكن زينة زي يوم اطمننا عليه مساكين. ايه. اقول ام سعيدة. يو. من المتصل انت ام سعيدة؟ هناك مؤتك انت هناك لكن ما اقول لك. شيمة كافي شيمة قولي لي. ما اقول لك. صار صاريني قطعت قولي لي وهو عندك. موت. مت. اقول سعيد. طيب. عن تنسى تجيب لنا الحلى اليوم لما كنعد. كنعد مرة واحدة سعيدة. خليها سهوة اليوم. عليك ما بخلك زايد عليك بخذ الايام يا ابوي بسهوات. شفت سعيد شفت هذا الجيران ابوي ده ما جيران ده العدوان. لا اله الا الله مرة عينك العين. ما عليه سعيدة ما عليه خلينا احنا صح خلينا احسن منهم ما عليه. هذه بالها صح ولا غلط الله يهديك لكن من هو العين بالعين والسن بالسن والباقي اظلم معليش يا خدوك. اذا هم غلطوا ما لازم احنا نغلط يا سعيدة بعد. المهم رايح انا شدوها واخذها الكيس ورميه في درام البلدية. نعم خادمة ابوها انا. رايح انا شيء المهم. معلش يا خدوك انا بحب اطلعها من هنا. معليش سعيدة اليوم لكيس قشرة ومن باكر وغادي بيجينش بشاير. معلش بنتي حافل ما قدمتش انا معلش. نجيب انت الحافي. اقول خدوق كيف الادب غاوي غيبي غابت عينك. كل هذا يطلع منش لكن انا قلت لك اياها اني بادبش يعني دوش بادبش. يلا بوادي شلش انتين اولادك وبعدش من حاضني اني بشرقه ان شاء الله. يا عبد الله انا ما غلطان. لا انت غلطان وستين غلطان بعد. كيف تجلس في شقتك وترفع صوت الاستيريو وما تبغى يضربوا عليك الباب؟ يا اخي شقتي وانا حر فيها حتى شقتي ما اخذ فيها حريتي. هذا الكلام ما ينفع. انت تقول انك انسان متحرر مفروض تراعي ظروف الناس تراعي حاسسهم ما تخليهم يزعجوك. وانا متفق معاك انا انسان متحرر. لا اذا انت انسان متحرر فمفروض تراعي حاسس الناس مفروض تكون منظم ما تزعج الناس علشان يزعجوك. اخ بس اخ. ايش ورا هذا الاخ بعد؟ اخ على باب بيتي اللي انكسر من كثر ما يضرب عليه الجيران. تستاهل. يا خديجة تعوضي من الشيطان. خديجة تعوضي ما في داعي تبكي الله يهديك حينتي. ما كفاه ابو سويد تفيذي كل مره ما كفاه اليوم جايب بدل وما كابتن عليه فوق القدام. معقول سعيدة تسوي كذا؟ معقولة سعيدة؟ مو حسابنا سعيدة عشان ما معقولة تسوي كذاك؟ دومك انت دومك تدافع عنهم. زين سعيد هذا ليش ما يكلم زوجته ليش؟ وانا مو دراني ليش ما يكلم زوجته مدلعنها دومه يوسع عليانا دومك ذاك وانت جالس ساكت. ايش اسوي يا خديجة تراني ما اكلمه ما واطنه بعيش الله. يوم انت ما تكلمه وما توطنه بعيش الله لين متى هم يقصوا سوا فينا كذاك لازم تاخذ موقف. نعم لازم اخذ موقف انا لازم اتفاهم معه بالاسلوب الاخير. استاب سعيد كيف ما بتتغدى هني؟ قلنا لك عندي شغل اضافي يا سعيدة بس جاي اخذ الاوراق ورايح. قولي شنو صغيري ما اشوفهم دي؟ سمير انا اخذه ولدك فرحان عن يفوت اللعب عاد صار يلعب عندي كل يا سعيدة بس. لا اطمن مدرستنا قالت لا تضارب اولاد الجيران. زين مهم يا سعيدة الله يخليش اي شيء تقول لش خديجة لا تردين عليها ابدا. حاضر ان شاء الله. المهم انا رايح ان شاء الله. Huh?
هذا خلفان وشال عصا في يده، من عادته يحمل عصا هذا. ها خلفان كيف الحال يا اخي؟ اهلا وسهلا خلفان. لا اهلا ولا سهلا، نعم ولا شيء. وبعدين انت من فاكر نفسك؟ بسالك خير ان شاء الله. ايش اللي صاير؟ تهدي نفسك علامك ايش في؟ انا ما بتهدى لي نفسي الا لما اصفي اللي بيننا يا سعيد. نعم ما بتهدى لي نفسي. ما بيننا يا خلفان يا اخوي غير الجيره الطيبه الله يهديك، علامك انت اليوم. غير الجيره الطيبه؟ الجيره الطيبه توصي زوجتك واولادك على زوجتي واولادي؟ هذه جيره طيبه هذه؟ انا اوصي زوجتي واولادي على زوجتك؟ هذا كلام عقال يا خلفان انت بعد. لا كلام ميانين. سعيد انت قاعد تشجع زوجتك عشان تاذي زوجتي؟ افا عليك بس افا. اسمعني يا خلفان، زوجتي غلطانه صح؟ وزوجتك بعد غلطانه. لا خديجه ما تغلط ابدا، كلهن غلطانات في تصرفاتهن. ولو انا جاريتك انت بعد وضربتك في شغله راسك بكون غلطان، بيركبنا الغلطانه وياك. شغل راسي ها؟ لا انا ضعيف عنك، انا ضعيف. وبعدين انت ايش قصدك قاعد تهدد الحين؟ بسالك انا. انا ما هدد، انبهك على شيء حاصل يا خلفان. مثلا لو وياك لو تضاربنا الحين وتنازعنا، ما بصير بيني وبينك قطيعه؟ بصير قطيعه، والايام الحلوه والعشره الطويله بتنتهي، والاخوه اللي بيننا وكل سبب على ايش؟ على موضوع ما يستاهل. بعدين يا خلفان الواحد ما لازم يعصب علشان صغيرين، موضوع ما يستاهل بتاتا يا خلفان الله يهديك. اي والله يا سعيد بصراحه ما اعرف ايش اقول لك. نعم يا خلفان، كل المشاكل اللي صارت ما بيننا لو جينا نشوف سببها هم الصغيرين، يعني المساله تافهه. ايه يا سعيد صحيح، نعم ان المساله تافهه. المهم اللي علي وعليك الحين يا خلفان، امر إن نصالح بين خديجه وسعيده، ونجمع الشمل ونبقي الجيره الطيبه ما بيننا على طول. نعم صحيح والله يا سعيد كلامك حلو. نعم الكلام بروحه ما ينفع يا خلفان. عفا عليك. امر الليله عشاكم معنا. كثر الله خيرك وخلي نخلص من هالسالفه مره واحده. اسمع يا سعيد، عاد ما دام السالفه سالفه عشاء. نعم ايش بتسوي؟ بسوي لك غوزي اذبح لكم ثور الليله. أنا. الله يهديك. ايش اسوي لك؟ لا انا بغوز المطلوب. جاهز بس واصلين، انا وخديجه جايينكم ان شاء الله. يلا على خير. والله يا سعيد شوف. هاي اللي نتضارب علشانهم، شوفوا هم يلعبوا وانا وياك نتنازع ونتضارب. شوف كيف احنا نتنازع وهم رجعوا يلعبوا مره ثانيه. شفت يا خلفان ان الموضوع تافه وما يستاهل، لكن الواحد ايش يقول؟ الظاهر حتى مع الجيران الانسان يجي له يدوده.